ذاك مسألة تأسيس حزب لنصرة دين الله عز وجل، هذا الكلام كنت أقوله بعد الأحداث، أما الآن فلا أقوله، وأستغفر الله تعالى منه. أستغفر الله أن أخلط السياسة بالدين، أو أن أدعو إلى مثل هذه الأشياء، فإن الدين واضح أبلج. كنت تكلمت بذلك منذ فترة، لكن ظهرت أمور عجيبة جدا، بدأ التحزب، وبدأ الافتراق، وبدأ النزاع، وتدابرت القلوب، واختلفت الأبدان، وصديقك الذي كان روحك انقلب عليك، واحمرت الأنوف، وحدث هناك التسري بالباطل والتآمر والتحزب، أمور كثيرة حدثت، ما أغنانا، من خلينا حلوين بقى، واصحاب وأحباب، والله المستعان.